ومعنا هنا السلطة الثالثة، فيها مقادير مختلفة وكتير قوي، كلها إن شاء الله طعمها يليق مع بعض. عندنا 4 تفاح أخضر، عندنا 1 كوب عنب، عندنا نص كوب كرامبري، 6 تين، 4 كمثرى، 3/4 كوباية رمان، و3 كوب بيكان محمص. بالنسبة للصوص عندنا 1/4 كوب ميبل سيرب، 1 معلقة صغيرة عصير ليمون فريش، 1/4 معلقة صغيرة فانيليا، 1 معلقة صغيرة قرفة، وبشر برتقان للتزيين. هنجيب الدريسنج، عندنا فانيليا، ميبل سيرب، قرفة، ليمون، نخلطهم مع بعض. والزبادي اللي عندنا اختياري، انا مش هحطه. ودلوقتي نبتدي نحط كل انواع الفواكه اللي حطيناها اللي محضرينها يعني مع الصوص. نحط الحاجات الماسكه نفسها الاول علشان الحاجات التانية ما تتهرش قوي لما نحطها، زي التين. والمانجا والكيوي محتاجين يتحطوا قرب الاخر ويتقلبوا تقليبة سريعة علشان ما يتهروش. حط شوية من الرمان، شوية من الكرامبري، شوية من البيكان،